الهندسة الاجتماعية هو فن خداع للناس والاحتيال عليهم، وهو يمكن يكون أحد الأساليب الخطيرة والمنتشرة مع تقدم التقنية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا دكتور صالح الغامدي، مؤسس علم النفس السبراني بجامعة الملك عبد العزيز. مساك الله بالخير دكتور صالح. الله يمسيك بالنور وأحييكم وأحيي كل المشاهدين والمشاهدات، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة للجميع. دكتور صالح، يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم مع الدكتورة غادة عن كيف بيكون في شركات التسويق، شركات العلامات التجارية الكبيرة، كيف بتؤدلج عقلية الناس لكي تسوق سلوكهم وتذهبهم إلى حيث تريد من منتجاتهم أو الانتماء لهم أو ما شابه. هل احنا نتحدث عن هذا فيما لما نتكلم عن مثلا عن اللي هي الهندسة الاجتماعية؟ هل هذا المقصود او ما المقصود اذا كانت تعني شيء اخر؟ لا، بالفعل بالفعل الهندسة الاجتماعية لها دور كبير في التسويق، في عمل نوع من البروباغندا الخاصة ببعض المنتجات، حتى أثناء مثلا نحاول التقليل من منتج في صالح منتج آخر، هذا أيضا يسمى هندسة اجتماعية. الهندسة الاجتماعية ضليعة أصلا في الإقناع، لها جانب تقني وجانب آخر سيكولوجي وجانب ثالث اجتماعي في السيطرة على السلوك الاجتماعي للمجتمعات. طيب، الحديث عن أنواع الهندسة الاجتماعية دكتور صالح، خلينا نتكلم عن أنواع الهندسة، علاقة التقنية كذلك بتأثيرها على الهندسة الاجتماعية ومراحل هذا الأسلوب، كلمنا عن تفاصيله، كيف يبدأ وكيف يخطط له وكيف يتم التنفيذ؟ الهندسة الاجتماعية أول ما بدأت في القرن الماضي، القرن 18 تقريبا، هي بدأت أصلا في علم الاجتماع، وكان الهدف الرئيسي من الهندسة الاجتماعية كيف نستطيع حماية المجتمعات من بعض العلل والسلوكيات الاجتماعية الخاطئة. ثم انتقلت فيما بعد إلى الجانب السيكولوجي للهندسة الاجتماعية، إلى أن أصبح الانفجار التقني الكبير في القرن العشرين، فأصبح الكثير من الهاكرز على سبيل المثال لا يستطيع أن يخترق بعض الجدر النارية أو الأنتي فايروس الناري، ما يقدر اختراقه تقنيا، فيلجأ إلى ما يسمى بالهندسة الاجتماعية التي نعرفها ببساطة بأنها فن اختراق العقول. الجوانب التقنية منتشرة وشركات كبيرة يعني في الحماية منتشرة، لكن طبعا الحلقة الأضعف في هذه الدائرة هو الإنسان. يمكن سمعنا قبل فترة أنه تم اختراق يعني شبكة لأكبر شركات العالم ولوزارات في الدول المتقدمة، وكان السبب الرئيسي موظف استطاع أن يضغط على رابط، من خلال هذا الموظف أو الحلقة الأضعف اللي هو الإنسان توصل الهاكرز إلى المعلومات والبيانات الأساسية داخل الشركات المحمية حماية كبيرة بالجدار الناري. والله يا دكتور صالح، صراحة أنا أحس مهما يعني سعينا في توعية الناس ومهما قلنا يا جماعة تراكم هتكونوا ضحايا حملات مبرمجة أو ضحايا أيديولوجية العقول أو ضحايا الهندسة الاجتماعية، إلا ما نقع سواء في احتيال الإلكتروني، سواء في أن نكون مستهلك لحملة معينة. فهل ممكن ترتفع الحماية التقنية أكثر من الحلقة الأضعف زي ما سميتها اللي هي الفضول الإنساني؟ هل ممكن نصل لمرحلة من الأمن أنه حتى لو خطأ الإنسان وضغط على رابط أو اندمج في حملة معينة التقنية تحمي؟ هل ممكن نصل لهذا المستوى؟ هو في جوانب تقنية ممكن تحمي الضحايا أو تحمي الإنسان اللي يستخدم التقنية أو الحلقة الأضعف، لكن طبعا كثير من البشر من خلال التعامل مع التقنية لا يعني لا يعرفون هذه التقنية الحديثة. على سبيل المثال، لو عملنا بحث سريع عن معرفة الروابط الحقيقية من المزيفة، سنجد أن كثير من الشركات أو شركات الحماية تعطي لجميع البشر أن يتأكدوا من أي رابط، هل هذا الرابط مزيف أو رابط حقيقي.
يعني لو دخلنا على سبيل المثال موقع دكتور ويب داخل الانترنت، نضع اي رابط ممكن يعطيك نتيجة ان هذا الرابط مزيف او هذا الرابط حقيقي ليس مزيف. انا لو نسخت الرابط يا دكتور، انا لو نسخت فايروس توتال، عفوا دكتور، انا لو نسخت الرابط يعني انا لو عملت اي ردة فعل على الرابط لو نسخته او لمسته، هذا ما يعرضني للخطر؟ يعني لسه يمديني اخذ الرابط وانسخه واروح احطه في موقع واشيك عليه؟ طبعا المواقع هذه لن تستطيع ان تدخليها الا بنسخ الرابط، وبالتالي نسخ الرابط ليس معناه خطر على الانسان، الخطر اذا ضغطت على الرابط. نعم. ضغط على الرابط هذه موافقه لاختراق جهازك. طيب دكتور طبيعي. لكن خلينا نسخ الرابط والذهاب به الى مواقع التاكد من صحته او زيفه اعتقد ليس ضارا للاجهزه. طيب أنا حابة أرجع معك دكتور للحديث عن الهندسة الاجتماعية وحماية العقول من الاختراق، عفوا من الاختراق، خصوصا لما نتكلم الآن أنه إحنا في قراءة بيانات، وربما المستهلك الطبيعي للإنترنت يجهل أنه قاعد ينزل بياناته، تحركاته، سلوكه، تصرفاته، أفكاره، توقعاته على حساباته الخاصة، ولكن هناك من يتربص لذلك. خلينا نتكلم كيف ممكن نحمي صحيح. عقولنا من الاختراق. طيب كل خبراء التقنية يحذرون أصحاب الهواتف الجوالة وأصحاب الكمبيوتر وكل الأجهزة اللوحية على سبيل المثال بعدم الضغط على الروابط. إحنا عندنا مشكلة إنه كثير من الناس يكون وقت الاحتياج يضغط على أي رابط يعني يأتي، سواء كان الرابط هذا موثوق أو رابط غير موثوق. نعم. أيضا عندنا مشكلة ثانية أنه حتى الصور، يعني كثير من الناس لا يعلمون أن بعض الصور لو ضغطت عليها قد تعرض جهازك للاختراق. نعم. بعض الهاكرز يلجؤون إلى عمل روابط خلفية للصور التي ترسل في مواقع التواصل الاجتماعي وفي لبعض الضحايا على أجهزتهم المحمولة مثلا. النصيحة الرئيسية من الجميع أنك لا تضغط رابط غير موثوق، وحتى بعض الروابط لها امتداد يعني واضح أنه مزيف، يعني بعض الامتداد يعطيك إشارة واضحة أن هذا الرابط مزيف قد يسهم في اختراق جهازك، وحصلت يعني قضايا كثير يعني بمجرد الضغط على الرابط يتم تسليم كل بياناتك في الجهاز للجهة المقابلة أو للهكر اللي استخدم الهندسة الاجتماعية للحصول على بياناتك. طيب دكتور، لو يعني هل تعتقد ان احنا محتاجين لرفع الوعي يمكن كثير من الأطفال من صغرهم، لأن هم اللي أكثر يمكن استخدام للأجهزة الإلكترونية في الوقت الحالي، يعني لو هنتكلم من الأساس يتعلم من المدرسة أو يتعلم من البيت أنه هناك ما يسمى بالهندسة الاجتماعية أو ما يسمى بالهندسة العقلية لك في استخدامك، هل هذا هيكون مجدي؟ التربية دائما تبدأ من الصغر. نعم. يعني احنا قبل فترة سمعنا في الغرب وليس في الدول العربية او دول الخليج ان بعض كبار السن استطاع ان يغرر بصغيرات السن وصغار السن لعمل بعض الامور غير المحمودة في هذا الجانب، وبالتالي استخدموا الهندسة الاجتماعية بشكل كبير مع صغار السن الذين لا يعون خطورة بعض السلوكيات فيذهبون مع ما يريدونه الكبار منهم. احنا الان التربيه تبدا من الصغر، في الان ما يسمى بمناهج المهارات الرقميه في مراحل التعليم العام، وهذا شيء جيد وشجعنا عليه، بل ان هذا يعتبر من اسس مواكبه كل حديث في التقنيه، ان نعلم اطفالنا من الان كيف التعامل مع التقنية وكيف نحمي أنفسنا ونحميهم من شرور هذه التقنية التي قد يقعون فيها. طيب خلينا نتكلم شوية عن موضوع الأمن السيبراني وكل الأشياء اللي قاعدين مثلا بنسويها سواء من الناحية الإعلامية للتوعية أو حتى من الجهات المختصة وغيرها اللي تقوم طبعا بتوعية المستهلكين في أي مجال كان وخصوصا في موضوع التقنية. الحين المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول المتقدمة جدا من ناحية التكنولوجيا والأمن السيبراني، ومع ذلك يعني في حالات كثير أو بتتعرض لهجمات كثير من ناحية الهندسة الاجتماعية. على ماذا نعول السبب؟ ليش؟
طبعا بالنسبة للجانب التقني أنا لست ضليع يعني بشكل كبير فيه، أنا متخصص في علم النفس واستحدثت تخصص حديث في الجامعات السعودية يسمى علم النفس السبراني. هذا التخصص يجمع ما بين الجوانب النفسية والجوانب التقنية، لكن أقدر أقول لك أنه الدولة ترتيبها الثالث على مستوى العالم في الأمن السبراني، وهذا ترتيب متقدم جدا على دول يعني كبيرة هي التي يفترض أن تكون متقدمة عنا. أيضا تقدم جهات الأمن السبراني لدينا كثير من التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم فيديوهات، تقدم كثير من أمور التوعية، تخاطب عقول المستهلكين أنه يجب علينا أن ننتبه من كثير من أمور الاختراق. ولكن برضو يظل العوامل النفسية لها دور كبير في الاختراق. على سبيل المثال، حصل اختراق في فترة من الفترات لبعض الأسر المحتاجة إلى العمالة المنزلية، حيث يطلب صاحب أو يطلب المخترق بعض البيانات من الذي يحتاج إلى العمالة المنزلية مع مبلغ 50 ريال. وحصلت يعني لو بحثنا في الانترنت لوجدنا أن كثير من المواطنين اخترقت أجهزتهم نظرا لحاجتهم لبعض الاحتياجات الإنسانية أو النفسية الموجودة في الانترنت. طبعا الهاكرز يدرس الضحية دراسة كاملة، وبالتالي يستطيع أن يخترق الضحية بسهولة. نعم. إحنا لو تحدثنا على سبيل المثال عن أنواع الهندسة الاجتماعية نجد أنه بعضها أنواع مباشرة في الاتصال المباشر ما بين الهاكرز وما بين الضحايا، وفي اتصال غير مباشر عن طريق الإيميلز وهذه الأشياء. الآن تطورت العملية أكبر وأصبح الاتصال المباشر له دور كبير في الاختراق، بل أن طريقة الإقناع بالفعل يعني لديهم أساليب حديثة. يجب أن يعي المجتمع وجميع المواطنين وجميع من يستخدم التقنية لهذه الأساليب الحديثة التي تستهدف اختراق بياناتهم والحصول على أموالهم وما إلى ذلك من خلال التوعية ومعرفة طرق الهاكرز في اختراق العقول قبل أن يخترقوا أيضا الجوالات. نعم. نعم واضح. أكيد نشكر مداخلتك معنا اليوم الدكتور صالح الغامدي، وشكرا على كل الأمور اللي نوهت عليها وذكرتها لنا. مشاهدينا بنطلع فاصل سريع بعد ذلك نبقى الفقرات.